مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة التي نناقش فيها أبعاد تصريحات المتحدث باسم جماعة الحوثيين حول انتقاد الحوثيين والثناء على الدور السعودي. إذن دكتور عبد الباقي، الجانب الآخر أيضا من تصريحات المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام انتقد دور إيران في اليمن ودعا إلى عدم تشجير ما يجري في اليمن لصالحها. أولا، هذه إدارة العملية الإعلامية من أهم إدارة العملية السياسية والإعلامية، وبالتالي هذا توزيع أدوار. التصريح للتخفيف الضغط عليهم بكونهم الذراع الإيراني في منطقة الخليج العربي، وتحديدا الذراع في خاصة العربية السعودية، وهذا تصريح لفظي، وهم لديهم مبدأ التقية و أيضا الغاية تبرر الوسيلة، هذه سلوكيتهم معهودة. بالتالي هم الدوشونا في 20 سنة أو 30 سنة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، واللعنة على اليهود. بعدين يصعد الرئيس الإيراني يقول هذا مجرد شعار، نحن لم نحارب إيران. وبالتالي كان يعني حارب إسرائيل يقصد، يعني بالتالي لديهم، أخذوا سلاح من إسرائيل، لديهم علاقات مع إسرائيل، لديهم علاقات مع أمريكا، ولكن الشعار هذا تصريح. بالتالي نحن عندما ندير معركة سياسية فنفكر بمنطق. هذا لولا إيران لما كانوا الحوثيين موجودين بهذه الشاكلة. ثانيا، هناك جيل كامل من الشباب الآن يؤمنون بولاية الفقيه، وهذا اسم معتقد وليس مجرد انتماء سياسي، نحن أمام معتقد طائفي. اثنين، الإشادة بالعربية السعودية بهدف كسب الوقت وكسب ودها والاعتراف بهم كطرف، وبالتالي الدخول في تسويات هشة تحافظ على بقائهم، لأن الدخول في معركة حتى النهاية معناته أن الحوثيون كميليشيات وكسلاح سيدمر، وبالتالي سيخسرون وجودهم على شاكلة حزب الله. إيران أعطت هذه الإشارة، وسأعطي مثل. عندما كان الضغط الدولي يتم على سوريا ويتم تركيز الأعلام على الجرائم، كان يصعد الرئيس الإيراني السابق ويقول أنه سيقصف إسرائيل بصواريخ نووية، فيتجه كل الأعلام نحو إيران، نحو الخطر على إسرائيل. والهدف من هذا التصريح ليس ضرب إسرائيل في النووي، وكان البسطاء يقولوا إيران ستقتل إسرائيل. الهدف هو يعني تحويل الرأي العام المركز على جرائم النظام السوري المكثفة عليه، ونقلها إلى الخطر الإسرائيلي وإلى إيران وقصف إسرائيل. هذه أدوار محمد عبد السلام، نحن نعلم هذه علاقة استراتيجية وهناك سلاح، وإيران لن تتنازل عنهم يعني كحزب الله اليمني في اليمن. بالتالي هل يمكن لإيران التي لها أطماع والآن التي هي الآن تحاصر أن تترك مجالا جغرافيا تاريخيا للمذهب الزيدي أولا، ومن ثم لأتباع الذين يملون ولاية الفقيه بعد يعني ملازم الحسين الحوثي وملازم التي تدرس الأطفال منذ الصغر في المراكز الصيفية. نحن أمام إدارة عملية سياسية وإعلامية، توزيع أدوار من حيث أننا قابلون الذهاب للتسوية، ثم يصعد واحد آخر ويقول لكن لمن نسلم السلاح، ثم يصعد واحد آخر ويقول يعني أن العربية السعودية يعني يشيد بها. هذه الإشادة بهدف كسب الوقت وإعادة التمركز في الجغرافيا وتخفيف الضغط على السعودية، وبالتالي هم يريدون يعني أن ما يحدث في اليمن شان داخلي، ليس فقط تسليم السلاح، أيضا في الداخل اليمني من حصار تعز وقتل، هذا يعتبره شان داخلي لا علاقة له بالمعارك مع السعودية. هم يريدون السلام مع السعودية، يريدون يعني رفع الألغام، واضح رفع الألغام، توقيف إطلاق النار على الحدود، ولكن في الداخل مستمر لأنه يعتبر هذا شان داخلي وأسرع يمني يمني. لكن هذا يضعهم أيضا أمام اختبار، ويضع أيضا السعودية أمام اختبار كراعية لهذه الهدنة عندما يصرحوا بأن السعودية لها أدوار إيجابية، معنى ذلك أنهم يخضعون أيضا للهدنة ولا يمارسون أي خروقات على أساس أو على اعتبار أن السعودية أيضا هي راعية لهذه الهدنة. لن يرتكبوا خروقات على الحدود السعودية، لأن لا أطمع لهم بالحدود السعودية. وداخليا أيضا هم لهم أطمع في البقاء على حصار تعز، في السيطرة على الداخل، في البقاء في المؤسسات، في المؤسسات الاستخباراتية والأمنية. أما الحدود في السعودية هم يعلمون مسبقا أنهم لن يستطيعوا الدخول حتى شبر، وبالتالي إيقاف المعارك على الحدود ورفع الألغام لا 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 يعتبر يعني اعلان حسن نيه، لانهم يدركون مسبقا انه مجرد يعني حرب يعني اعلاميه، لكن هم يريدون الداخل، وبالتالي هذا الفصل بين تسليم السلاح ومن يسلم السلاح، هذا التوظيف في المؤسسه الاستخباراتيه، هذا التمييز بين الصراع على الحدود السعوديه
وبين الصراع باعتباره صراع داخلي. هم الذين الآن يسمع إلى حديثهم يعني يتحدثون هم من هم وبأي شرعية يتحدثون عن شرعية الرئيس ولا شرعية الحكومة، أو هم الآن يرتكبون سحل المواطنين، وهذا يسمى الإرهاب، ترهيب المواطنين المدنيين مهما كان، حتى لو كانوا لهم انتماء سياسي. هناك قتل وسحل أمام العائلة، هناك حصار، اليوم هناك سحل أخرى، هناك إطلاق نار، هناك استنزاف تقريبا كل شهر 25 مليار أو أكثر أو كل فصل للمجهود الحربي، هناك إيقاف التعليم، هناك تعيينات في الجامعة، تدمير الجامعة، هناك تمزيق النسيج الاجتماعي. هؤلاء طائفة دينية سلالية ما يسمى بالهاشمية السياسية يسعون إلى الوصول للسلطة وهم لا يهمهم. لكن دكتور لا ترى أن هذا أيضا كلام مكرر، كثير يقول هذا الكلام الحوثيين. نعم نعم جماعة الحوثيين، لكن حاليا يتم التعامل على قواعد موجودة على الأرض دبلوماسيا، هناك مفاوضات ستجري في الكويت، هناك قوة أيضا موازية لها وهي الحكومة، هناك أيضا قوة إقليمية موجودة وهي السعودية، بمعنى أن كل هذه القوة لن تخضع بالأخير إلى هذه الجماعة التي ذكرت صفاتها. هناك في العراق جيش وطني، هناك قوات أمريكية، هناك جيش كان في البعث، هناك الحشد الشعبي، هناك إضعاف السلطة، هناك إحلال الشيعة بدل السنة، هناك الفراغات الأمنية وإضعاف السلطة الشرعية وجعلها طرف ضعيف، هناك عملية تهجير، هناك سيدخلون داعش، ستدخل داعش بملعوب دولي، سيدخلون داعش مصطنع كما في ليبيا، وسيلعب دور للتدخل الأجنبي وضرب المناطق، تبقى الطائرات مضروبة، هناك تفجيرات بصنعاء ستتم، بالتالي عندما يتم تفجيرات واغتيالات، وهذه الآن السحل هو فترة هذا السلم الذي يتحدثون عن إيقاف الحرب، هم سيوقفون العمليات العسكرية وسيذهبون لتصفية الخصوم واغتيالهم وتفجيرهم بالمترات وبالسحل، سيرعبون المواطنين، سيحاولوا التهديد، سيتجهون خلال هذه الفترة إلى مزيد من الضغط على المواطنين وفي حصارهم، لأنه ليس هناك رقابة بالقمر الصناعي. هذا كلام فاضي أنه يلتقون اثنين، لأنه يعني هؤلاء نياتهم ليس لديهم نية نحو هؤلاء لا يسعون إلى السلام. أننا لا نستطيع أن نقرأ أي رسالة إيجابية من هذه التصريحات التي بدرت من المتحدث باسمهم. هم الآن كما قلت لك هذه التصريحات تأتي في إطار مكسب، وقد حققوا المكسب من هذه التصريحات. المكسب التالي الاعتراف بالحوثيين كطرف، التوقيع معهم كطرف، بالتالي أنا اليوم أقرأ التوقيع مش عارف من المطاع ومحافظ تعز في إيقاف التوقيت. هذا الشخص السلالي الذي ينتمي إلى السلالة أصبح طرفا، وهو يمثل فئة، بالتالي أنت الآن وقعت وقف إطلاق النار مع سلالة طائفية، بالتالي أصبحوا رقم في الميدان. بالتالي هؤلاء قبل أسبوع حوالي تقريبا قائمة من التعيينات من بيت واحدة. هناك أيضا الآن نحن أمام إحلال وظيفي وإحلال للسلطة ويجد ما يسمى بالدولة الغير معلنة، الدولة الخفية من الداخل. حتى إذا ذهبنا إلى السلام، مؤسسة الاستخبارات والجامعة والتعيينات كل هؤلاء أصبحوا من الميليشيات، ثم هذه الميليشيات التي دخلت في حرب هل تدمجها بالقوات المسلحة بهذا الشكل؟ سيكون الجيش طائفي أو تحويلهم إلى ميليشيا الحشد الشعبي. لكن تستطيع أيضا الحكومة وأيضا بمعاونة أو بدعم من السعودية أن تستفيد من هذه التصريحات وتحول اهتمام الحوثيين من إيران إلى أن تكون طرفا أيضا موجودة. أنت قلت تصريحات. نعم تصريحات الحوثيين. التصريحات نحن أقوال لا أفعال، ليس لدينا فعل يدل على هذه التصريحات. أنا لست ضد التسوية ولسنا دعاة حرب، ولكن نحن لسنا أغبياء ولا نتعلم من الدروس. هناك 6 حروب سابقة، هناك توقيع، يعني هل جماعة توقع السلم والشراكة، ما يسمى السلم والشراكة بالعنف؟ يعني في حد يحتل العاصمة ويستولي على معدات الجيش ويوقع اتفاقية سلم وشراكة؟ في حد يرفع السلاح على رئيس الجمهورية؟ في يعني جماعة يوم خروج الشباب إلى ساحات التغيير وهم يستولوا على صعدة؟ هؤلاء جماعة لديهم مشروع طائفي سلالي، بالتالي الوثوق بهم حتى لو كان لهم نيات، نحن ينبغي أن نكون حذرين، ينبغي أن نتبعهم بدقة. أنا كشخص من خلال يعني اهتمامي بهذه الجماعة، وأنا أثبت لك عندما في الحرب الأولى كانوا في مران ثم توسعوا 5%، في الحرب الثانية 15%، في الحرب الثالثة 25%، 75%، ثم عمران، صنعاء،
هكذا الحوثي ارجع الى حروبهم التي قاموها كل وكلما وقعوا اتفاق لا علاقه للاتفاق بالتوسع الجغرافي. ارجع الى انا كان لدي يعني ورقه بحث محتفظ بها لم اتي بها اليوم، لكن تتبعت التوسع الجغرافي لهذه الجماعه مع الحرب الاولى كم اخذوا من القطعه الجغرافيه، مع الحرب الثانيه اخذوا قطعه، مع الحرب الثالثه وصلوا الى بني حشيش في الحرب الخامسه مع لما قتل قطر. ثم سنلاحظ بعد توقيع اتفاق السلم والشراكه ذهبوا الى عدن والى الحديده، والان مع الكويت سيوقعون اذا وقعوا بالاحرف الاولى او لا يوقعون لا ادري، وانا اشك بالتوقيع. واذا وقع هذه التسويه برؤية بلد الشيخ أقول للشعب اليمني علينا الاستعداد لاستعادة الدولة. أنا لست متشائما ولست من دعاة الحرب، ولكن علينا التفاؤل مع مثل هذه الجماعة الانقلابية السلالية يعني غير صحي. عليك أن تستعد لاستعادة الدولة. أنا السؤال الذي يؤرقني جدا هو لماذا تم التخاذل عن فك الحصار عن تعز قبل الذهاب للكويت؟ قلتها من قبل وأقولها مرة أخرى. واليوم أيضا المبعوث يؤكد أن استمرار الاستهداف المدنيين في تعز ما زال متواصلا، وسيستمر الاستهداف وسيرفع الحصار شكليا من يوم يومين ثلاث، ويمتهنون المواطنين ويمارسون معهم التنكيل والإهانة. وبالتالي السؤال إلى وبدأت تتكشف الأوراق، وأقول تتكشف مع اليافعي الذي احتجز الدبابات، مع بحاح الذي أبلغ المحافظ أنه لن يصرف لتعز حتى ريال. بالتالي هناك كانت مؤامرة. بالتالي المنطق والعقل عندما نذهب للسلام ينبغي أن تستعد تعز. عندما يذهب الانقلابي إليك وأنت لديك ما يقارب 90% من الجغرافيا يصبح هو جماعة ينبغي خضوعها لسيادة القانون. هذه مؤامرة من هنا. ولهذا أنا كنت أتألم جدا من التوقيع على وقف إطلاق النار في تعز، وتعز محاصرة، والآن نحن نعترف بجماعة بوقف إطلاق النار. أنا قرأت قبل قليل عن هذا المطاع وعن أيضا المحافظ أننا اعترفنا بهذه الجماعة كجماعة عسكرية. هذا خطأ استراتيجي كبير. صحيح أن هناك ضغوط دولية، صحيح من يقول أنني الآن أتحدث بمثاليات. نعم. دكتور عبد الباقي، نعم، لعل الأيام القادمة ستثبت لنا صحة هذه التصريحات. هل هم فعلا قالوها عن رغبة حقيقية في إحلال السلام وأيضا صناعة تاريخ جديد بديل عن التاريخ الذين يحاولون تشويهه أيضا، أم أنهم فقط يمارسون المراوغة السياسية؟ يبدو أننا وصلنا فعلا إلى نهاية هذه الحلقة. هؤلاء لا ننتظر منهم، علينا الاستعداد لاستعادة الدولة. لا ننتظر أنهم هنالك، هذم لهم تراث ما يقارب 10 قرون ونيف، ولهم 50 سنة منذ قيام سبتمبر وهم يسعون للعودة، واليمن ستكون الجمهورية العربية الإسلامية على شكل إيرانية. علينا الاستعداد. إذن شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت ضيفنا في هذه الحلقة. أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين في أمان الله.